سؤالي الاول لحضرتك، ايه هو المضمون الرئيسي اللي حضرتك بتحاولي توصليه من خلال كتاب عنوانه يلا نهاجر؟ الحقيقه العنوان مقصود انه هو يكون مستفز، وانا عارفه ان في ناس كتيره هتفهمه بشكل سطحي على انه دعوه للهجره، لكن الكتاب دعوه للنجاح، دعوه للفكر، دعوه للتامل، دعوه لحب البلد، لان كل اللي بيهاجر وبيعرف بره مصر بيقدر قوي قيمه مصر. تمام. ايه المقصود بمعنى كلمه الهجره هنا تحديدا؟ تمام. انا عانيت بمعنى كلمه هجره هنا اكتر من معنى، انا شخصيا اختبرتهم كلهم. انا اعتبرت ان الهجره هجره مش بس بالبدن من مكان لمكان، لكن انا كمان هاجرت بالفكر من ثقافه لثقافه. انت تقدر تهجر افكارك القديمه، تقدر تهجر عاداتك السيئه، تقدر تهجر الفشل للنجاح. فالهجره معنى شامل مقصود به التغيير والتجديد والخروج من العباءات القديمه والصناديق المقفوله. طب احيانا في ناس بترفض مبدا الهجره لان في شويه قواعد بتحكم طريقه التفكير المصري تحديدا، يعني زي مثلا ايه؟ من خاف سلم. صحيح. واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. صحيح. وامشي جنب الحيط وامشي سنه ولا عدي انا. عدي انا. الناس دي حضرتك تقول لهم ايه تحديدا يعني؟ شوف، انا باجل كل تراثنا الشعبي وامثلتنا الشعبيه، انا مؤمنه تماما انها لم تاتي من فراغ، وانها كلها كان لها اصل، ولكنها زيها زي اي شيء احنا دايما بنعممه. اتقالت الامثله دي في ظروف وفي مناسبات معينه، ما ينفعش احنا ناخدها بعد كده ونعممها على حياتنا كلها. المقصود ان احنا ما نكونش متهورين، المقصود ان احنا نفكر كويس قبل ما ناخد اي قرار، المقصود ان احنا ندرس قراراتنا واختياراتنا، لكن مش معناه ان احنا نقف في مكاننا او نثقل الى الارض وما نتحركش. ايه اكتر مثل شعبي مستفز بالنسبه لك؟ اكتر مثل شعبي مستفز بالنسبه لي الصيت ولا الغنى؟ لا الصيت اهم من الغنى، ولا الغنى اهم من الصيت، ولا اساسا ينفع ان البني ادم يعتمد على صيته فقط. البني ادم لازم يعتمد على مجهوده وشغله وعمله، علشان انا بشوف ان مثل زي ده ممكن يخلي البني ادم يعمل صوره او هاله وهميه حوالين نفسه لمجرد ان الناس تديله صيت غير مستحق ويكتفي بذلك ويفتكر ان هو تحقق. ففي الحقيقه انا بعتبر ان المثل ده دعوه للفشل، وانا كل كتبي وكل افكاري بحب ادعو فيها للنجاح.